جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل العمامة سنة أم ماذا؟ وهل تجوز الصلاة بلا عمامة أم أن ذلك بدعة؟ جزاكم الله خيرا. العمامة مباحة وهي من الملابس التي يباح لبسها، سواء عمامة أو غيرها مما يعتاد وضعه على رؤوس الرجال حسب عادة البلد، وهذا من المباحات وليس هو من السنن. ولا يشترط في الصلاة وضع العمامة ولا أن يكون الرأس مستورا، وإنما هذا من الكمال والأحسن. الأحسن أن يكون الإنسان في صلاته على أحسن هيئة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي اللباس الذي يستر العورة ويجمل الهيئة، أما ما زاد عن ستر العورة فإنه مستحب، وأما ستر العورة في الصلاة فإنه شرط من شروط صحتها مع القدرة على ذلك، لا تصح بدونه. نعم.